السلام عليكم خوتي، وشراكم لاباس بخير؟ بون، جينا نحكوا على مانشستر سيتي ونقصفوا شويه بيب غوارديولا الفيلسوف. يا بيب غوارديولا، هاد الزوج انا قلت لك يا اخي، قلت لك شحال من خطره خليهم تاع دكه، راحيم ستيرلينغ وغريليتش. دوك نجينا نهضر لك. اولا نبداو نهضروا على رياض محرز، احسن لاعب يا مسكين يا خوتي، انا غاضني يا ولا غير عيا، دار كلش وحده بزاف على الجهه اليمنى اللي تخدم، حتى دخل واسمو مام، وحتى دخل في فودين، بصح لو كان عليه ما يلعبش غريليتش ويدخل فودين، وما يلعبش رحيم ستيرلينغ ويدخل واسمو غابرييل خيسوس. بو نبداو بالمباراه تاع اسماعيل بن ناصر، قدم اداء رائع اسماعيل بن ناصر، كنت نشوف فيهم فيه زوج، كنت مركز على مانشستر سيتي ومركز ثاني على اسماعيل بن ناصر. خسروا يا خوتي 2-1، كانوا رابحين الميلان في الشوط الاول، كانوا دايرين حاله الميلان، كانوا معذبين اتليتيك مدريد، حتى خرج لهم واسمو كيسي، خرجوا في الدقيقه 30 عاود دارت عليهم اتليتيك مدريد، تزير خلاص. بريمي ميطو 1-0، دوزيام ميطو ما قدروش يشدوا واسمو غريسمان ماركا بيت، وفي الدقائق الاخيره حطمهم لاعب بيناتي، ولا غير نسيت باسكو كنت مركز شويه مع السيتي، بيناتي شدها بيدو هكذا بيدو، يعني ما على باليش انا في الدقائق الاخرين راح هردها بيناتي، عطاها لهم هكذاك، ماركها سواريز، خلصت النتيجه 2-1. بو نحكوا على التنقيط تاع اسماعيل بن ناصر، كيما راكم تشوفوا لهنا اسماعيل بن ناصر يا خوتي، دا تنقيط ما شاء الله، راكم تشوفوا الفوق 7.5 يا خوتي، يعني من احسن اللاعبين، كاين واسمو دياس دا 8، وكاين لياو اللي ماركا البيت في الشوط الاول دا 7.4. بن ناصر دا تنقيط رائع جدا، كان حاكم وسط الميدان، كان يدخل حتى ال 18، الله يبارك. بو نجيو للمباراة تاع باريس سان جيرمان، قلت لكم تخلص توقعاتي انه باريس سان جيرمان 2-1 يربحوا. بو راهم ماركاو 2، مانشستر سيتي ما قدرش تماركي هذاك الواحد، دوناروما انقذ الموقف عدة مرات اليوم. بو نبداو بيب غوارديولا ولا نبداو بالتنقيط تاع رياض محرز؟ خلو نبداو بيب غوارديولا باش كي ندخلوا في التنقيط تاع رياض محرز نحكوا على الاداء تاعو. ها بيب غوارديولا، انت ما حبيتش تحشم، او سماوك الفلسف الفيلسوف، زعما خلاص انت فيلسوف، يرحم الشيخ، انت جاك غريليتش هذايا لاصق فيه، ماهوش تاع دوري ابطال اوروبا الموسم الاول تاعو، خليهم ما دخلوا بديل، علاش راك حاكمو من اللي جا وهو يلعب، انت يرحم الشيخ، خسر 150 مليون خسارة، ها اليوم خصك راس حربة. لو كان عندك راس حربة اليوم، لو كان العرضيات والكافيارات اللي كان يمد فيهم رياض محرز، لو كان راك ربحت المباراة بسهولة. شوفوا خوتي، هذا اللاعب شرى ب 150 مليون وسمح فيه راس حربة، انت جيت قارن لي جاك غريليتش في الفودين، كيدخل زعزع الحالة. سمحوا لي، زعزع الحالة بكل صراحة، زعزع الحالة. علاش نتايا ما خلي تولاتي يا ابن عمي نحللوك، واش نديرو باش تسمع عنا باش بور كي راني نهضر، راني نوضح برخالتي، ما رانيش نقول باللي بيب غوارديولا راهو يسمع فينا. يا قلنا كيفين دي برون، رياض محرز على الجهه اليمنى واسمه في الفاضين على الجهه اليمنى، علاه راك تتفلسف؟ علاش مدخل ليه رحيم ستيرلينغ؟ واش راهو على بالك رحيم ستيرلينغ عنده عام ونص ما كانش مدخلو ضد باريس سان جيرمان، دخلوه ضد لايبزيغ، دخلوه ضد باريس سان جيرمان، تاع الماتش تاع اليوم رياض محرز على الجهه اليمنى، في الفاضيان على الجهه اليسرى، كيدين دي برون، كي تغيب لك خيسوس راس حربه. يا خويا راك تلعب خيسوس جناح ايمن، خلي خيسوس راس حربه ويتبدل هو ورياض محرز. تجي هايلة من داك يروح هو فودين، من داك يبدل هو ورياض محرز، من داك هو يروح الجهه اليسرى ورياض محرز يدخل للعمق. نو انت قاعد تتفلسف بالفلسفه تاعك، جايب لنا جاك غريليتش حطها شعرو كوتيبال دار سيرته، ما فهمتكش انا، انت قلت لك دوري ابطال اوروبا انت اللي تضيع، انت اللي راك هالك النادي. النادي راك تقول له هكذا يدفعوا يكحوا، جاك غريليتش ما يسحقوش اصلا، انا نحير في رئيس النادي. كي يقول لك جاك غريليتش نورمالمون يقول له انا واش ندير بجاك غريليتش؟ عندي فودين، عندي رياض محرز، انا راني نحوس على راس حربة، انت جايب لي غريليتش، واش ننتقدوه المناصرين؟
قالوا له الناس كاع جابوا تشيلسي جابت لوكاكو، علاش ما جبتش لوكاكو؟ علاش قعدت تجري غير مور هاري كين وعلى بالك باللي النادي نهار ما خرجت الهضره قال لك مستحيل ومشي للبيع؟ علاش قاعد حتى تغلق الميركاتو راك تمسخر بينا؟ روح شوف راس حربه واحد اخر، جيب نيمبورت لوكي راس حربه، جيب احسن راس حربه نيمبورت لوكي، هذوك درام اللي رميتهم على جاك غريليش. فخوتي دوري ابطال اوروبا بهذه العقليه تاع بيب غوارديولا اوبلي، انا نقولها لكم. بون نجيو للموضوع تاعنا رياض محرز، نعطي لكم التنقيط تاع رياض محرز باش ما تقولوش راك تما راك تزيد عليها ولا التنقيط تاع رياض محرز، ماشي التنقيط يا خوتي، انا شتو كاع شفناه في الانستغرام كاع. رياض محرز احسن لاعب في السيتي، احسن لاعب في السيتي، احسن لاعب فوق الميدان ككل، اخطر لاعب فوق الميدان ككل. هاو باريس سان جيرمان جابت ميسي، ميسي راهو طبع لك بيت اليوم بيب غوارديولا، هو اللي حطمك كسر غلق لك المباراة، ما دار والو اليوم ميسي، بصح هادو هما اللاعبين الاكبر، لقطة يجيب لك بيت، لقطه يجيب لك بيت، انت قاعد تجري مور غليريتش. بون نعاودوا رياض محرز، رياض محرز كي راني نقول يا خوتي باللي اخطر واحد فوق الميدان هو رياض محرز، اخطر لاعب بين الفرقتين كباريس سان جيرمان كا واسمهم كمانشستر سيتي اللي صنع الفرص، اكثر فرص صنعت في المباراه سواء من ناحيه هذه او من ناحيه هذه من عند رياض محرز. حبه من حبه وكاريها من كاريها، يعني شوف بعيني انا ما كانش اللي بلعطني في التعليقات ولا يجي يقول لي نو تحب تزيد عليها ولا بون. هاوليك تنقيط تاع رياض محرز، راك تشوفوا ما لاباس اسك تبدل ولا لا، دوك ندخل بخفيف اسك تبدل ولا لا، لا خاطر راني هنايا باش نزيدوا نشوفوا برك بعد انتهاء المباراه. بعد انتهاء المباراه يا خوتي رياض محرز التنقيط ما تبدلش، اعلى تنقيط في مانشستر سيتي رياض محرز 7.7، يجي ستيرلينغ 6.4، يجي غريليتش 150 مليون 6.8، واش دار لغريليتش؟ راني جاي غريليتش، يجي واسمو دي برون 6.5، يجي كانسيلو 6.6، لابورت 5.5، كاع تحت الستة، كاع 5.6 5.6، رياض محرز 7.7، يعني رياض محرز ميسي 7.7، رياض محرز خير من ميسي، رياض محرز خير من مبابي، رياض محرز خير من نيمار في التنقيط. ها راكو تشوفوا لهنايا اخطر لاعب فوق الميدان رياض محرز، احسن لاعب اليوم فوق الميدان هو رياض محرز. الكافيار اللي كان يمدو يا خوتي، راني داير لقطات اللي يعرف الانستغرام تاعي، اللي راهو في الانستغرام راهم شافوا، اللي ما راهوش اللي ما راهوش في الانستغرام هاوليك الانستغرام تاعي، روح شوف اللقطات تاع رياض محرز، الكافيار اللي كان يمد لكيفين دي برون، اللي كان يمد العرض، كان مشكل خطوره، كان مشكل نار مشعلها من الجهه اللي مليح، جاك غريليتش يجري ويعيا، حطني انا تما نجري ونعيا، ما كان يدير والو، ما يقدر يمرر كرة، ما يقدر يدريب لي، يجي يدريب لي نحوها له من داك، يجي يدريب لي ما يمد، ما كان عرضية، ما كان والو غريليتش تاعك، وشاد فيه ها بيب غوارديولا، خاف ربي. بون انت ما راكش مسلم باش تخاف ربي، خاف ربي يا ابن عمي، تحطمنا احنا ماذا بينا السيتي تربح، لان وليدنا راهو يلعب اليوم، لو كان رياض محرز مشي اساسي الغاشي كاع مع باريس سان جيرمان، حتى ونكرهو باريس سان جيرمان الغاشي كاع ضدك زكاره فيك انت، لان انت المشكل تاع السيتي، انت المشكل تاع رياض محرز، وانت المشكل تاع السيتي. راك تشوف اللاعب، شوف نزيد نقول لك حاجه، انت اللاعب اللي حقرتو 5 مباريات على التوالي في الدوري، اللي كان ناقص ريتم مباريات، بالفعل كان ناقص ريتم مباريات، اليوم قدم لك اداء اللي كانوا يلعبوا اساسيين وعندهم ريتم المباريات وما داروا والو على جاك غريليتش ولا، باش تشوف الفرق باللي كي يكون عندك رياض محرز جوهره، رياض محرز بلا به ما تديش دوري ابطال اوروبا، ورياض محرز بلا به ما تروحش بعيد في دوري ابطال اوروبا، دوزيام تور تقدر هذا التور تروح دوزيام تور تتليمينا. رياض محرز ما شاء الله اليوم يا خاوتي، عجبني بزاف 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 ما شاء الله، ما ماركاش، شتو الكفرو اللي تيراها؟ راه تاعي قالهم تاعي، هو اللي قبضها تيراها، اللي كفرو كاع قالهم تاعي، راح رفدها المكان لكيفين دي برون قال له تاعي هذه، ما تمش تاعي، ها هكذا نستعرض بك رياض محرز، شتو كيفاش شدها دوناروما، الدوزيام جات عاليه على كل حال، لو كان عاودها كيما الاولانيه
يا خوتي شدها واسمه دوناروما، وكانت واحد اللقطه ثاني كرياض محرز جبدها وتيرا شدها دوناروما، العرضيات اللي كان يدير فيها رياض محرز اللي عطى كره لرحيم ستيلينغ في وسط الجماعه، ورحيم ستيلينغ والو، رحيم ستيلينغ هذايا ما فهمتش انايا. ثم حبيت تقول تاكيجا وانجليزيين، هذا ما كان اللي راك تلعب فيهم، ما يهمكش تربح دوري ابطال اوروبا، يهمك تردي لي زونغلي. حنا جزائريين بحر علينا، حبيت تقول انا راني في الانجليز نردي لي زونغلي. نو، العب على النادي، العب على النادي، اللي يسحق مكانه يسحق مكانه. انت قلتها يا بيب غوارديولا، انت قلتها اللي يسحق مكانه يسحق مكانه. هاك رياض محرز حقرتو اليوم، هو اللي كان مزهي لك الحاله، كان مزعزعها. احسن لاعب هو رياض محرز، حبيت او كرهت يا بيب غوارديولا، وبلا رياض محرز ما تديش دوري ابطال اوروبا، وكملت فلسف ما راح تدي والو هذا العام. والله غير عييني عياني انا هذا غوارديولا، لازم نروح له لمانشستر سيتي في نوفمبر ان شاء الله. ما طولش عليكم خاوتي، نقول لكم ليله سعيده، تصبحوا بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.